حينما نأتي إلى صفة من صفات الله عز وجل، ما أثر ذلك في حياتنا؟ لما نصف الله تعالى بالرحمة وفي المقابل نحن نعامل الناس بالعنف والقسوة، نعامل أهالينا أو أولادنا أو طلابنا أو يعني الموظفين عندنا أو المراجعين لنا، نعاملهم بالقسوة، هل هذا يتناسب مع إيماننا بصفة الرحمة؟ فالصفات كلها هي موجهة للإنسان وتصقل الإنسان، فلا بد إذن من أن نقف وقفات إيمانية صحيحة. ليس القصد أن نتوغل في بعض المسائل التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هناك فعلا كتب العقيدة يعني حشيت بقضايا يمكن للإنسان أن يستغني عنها، لا تقدم ولا تؤخر، هذه ليست هي التي نريدها، إنما نريد تلك القضايا التي تصقل الإنسان وتغير سلوكه في الحياة وتترجم إلى واقع ملموس. الآن مثلا إذا ضربنا مثالا، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ إنزين، قمنا نتضارب على هذه القضية وكل واحد يقول شيء وكل واحد يجيب أدلة، إذا في النهاية عاد ما أثر هذه العقيدة على سلوكنا وعلى واقع حياتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن هذه القضية، ولم يثر هذه القضية للصحابة، والصحابة الكرام لم يشتغلوا بهذه القضية، بل قد يكون لم تخطر على بالهم أن يسألوا سؤالاً عن هذا الموضوع أو أن يناقش بعضهم بعضاً عن هذا الأمر. إنما جاءت الأجيال بعد الصحابة، ما عندهم شغل، لا جهاد، لا أمر بمعروف، لا نهي عن منكر، لا كذا، فاضيين وجالسين ويسويوا، قالوا نطلع سوالف، هذه السوالف تخلينا ويش نتقاتل نتضارب، وبعد ذلك يقتل بعضنا بعضا ويصدق فينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، النهي عن أن نرجع بعده كفارا، يضرب بعضنا رقاب بعض. لو أن إنسانا عاش في هذه الحياة وهذه المسألة لم تصل إليه أبدا، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل هو غير مؤمن بالله عز وجل؟ لا، إيمانه كامل وصحيح. إذن نحن نريد أن نركز على القضايا التي تعمق إيماننا، يعني مثلا قضايا الوعد والوعيد، وأن مرتكب الكبيرة والعياذ بالله خالد مخلد في نار جهنم، قضية أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعة لفاسق أو لكافر، قضية مثلا أن الله سبحانه وتعالى يدخل عباده المؤمنين أعالي الجنان، هذه هي الأشياء التي تطور إيماننا، إيماننا بالملائكة وكيف أن الله تعالى أوكل إليهم حفظ الأعمال وكتابة الأعمال وإلى آخره. فإذن نحن أو أطالب بأن يعمق الإنسان إيمانه بالله عز وجل، لا أن تكون مجرد معرفة، المعرفة لا تغني شيئا. كفار قريش يعرفون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فهل آمنوا به؟ ولقد نعلم أنهم ولقد نعلم يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في فرعون وملئه وجحدوا بها، يعني بآيات موسى عليه السلام، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أنفسهم استيقنت هذه الآيات ولكنهم ماذا؟ جحدوا بها. فكثير من الناس لما تسأله هل تؤمن بأن الله سميع بصير؟ يقول لك مو هذا السؤال السخيف، دور لي سؤال صعب، هذه أسئلة سهلة، أنا ما يعني ما من مقامي تسألني هذا السؤال السهل، كل حد يعرف أن الله سميع بصير. زين، هل ترجمت صفة السمع وصفة البصر في واقع حياتك؟ هل فكرت يوما ما حينما أردت أن تعصي الله عز وجل أن تستشعر في قلبك أن الله سميع بصير؟ هنا الفرق، كثير منا يعرف أو كثير من المسلمين يعرف أن الله سميع بصير، لكن قليلا منهم من يؤمن أن الله سميع بصير.
ففرق بين المعرفة بالشيء وبين الإيمان به الذي يستدعي ترجمة في الحياة.